السلام عليكم، صباح الخير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم بصحة واحوال جيده. واليوم معايا في نهار ثاني في موريال. كيف ما شفتوا في الفيديو ديال البارح اللي حطيت لكم، جينا هنايا على اساس باش نخني باش نسجل ولدي في القنصليه، وداك الشيء اللي كاين حنا دابا اليوم صابحين هنا. والحاجه اللي نسيت ما قلت لكم شي البارح هو انه راه حتى انا وراجلي نورمالمون باغي نديروا التسجيل القنصلي. شنو هو التسجيل القنصلي؟ وانا خصك مي تجي لهنايا تسجل في القنصليه اللي تابعه لك، سواء مغاربه سواء جنسيات وحدين اخرين. علاش؟ لانه كتجيب الفرصه انك تحتاج شي حاجه من القنصليه ديال بلادك، مثلا وفالك الباسبور، احتاجتي شي ورقه في الخدمه ولا في القرايه ولا في شي حاجه، كضطر انك تمشي للقنصليه ديالك باش ديرها. وباش تعملها في القنصليه خصك تكون ديجا درتي فيما يسمى بالتسجيل القنصلي. المهم هذا ديك الساعه لا بغيتو ندير لكم عليه فيديو مفصل ووريكم الطريقه شنو الوراق اللي كتجمعوا وكل شيء. التسجيل القنصلي كنا بغينا نديروه فاش يلاه جينا، ولكن راكم شفتوا مع الوباء مع هذا اضطرينا اننا ما تحركناش. من موراها كنت ولدت وهذا، وقلنا على اساس تا باش نديرو تا باش تنسجلو ولدي في الحاله المدنيه. ولكن هنايا كما قلت لكم البارح في الفيديو، من بين الوراق اللي طالبين هو انه خصو يكون عندك تاريخ ازدياد الكندي، ويلا حنا توصلنا به مؤخرا، وبالتالي عاد كتب اننا نديروه. يا ربي نقضيو غرضنا بعد اليوم باش نكونوا سالينا طرقنا هذا المسمار وصافي. دابا لقيتونا راجلي ناض مع ديك 7:30 جا لباب القنصليه، لقى شي 10 الناس تخيلوا، وكاين المود ديال البرد. الله يلاه صونا لي، يلاه بديت يلاه بدلت لولدي وداك الشيء باش يلاه جينا. تخيلوا كنلقى واحد الصف ما شاء الله على الصف، وعاد مشكل كاين المشكل د الباركين هنايا، ما عندكش فين تباركي الطوموبيل. المهم بقينا شحال وحنا كندورو. دابا انا راه عارف الطوموبيله جالسه انا وولدي، وراجلي راه شاد النوبه. المشكله والمود ديال البرد، وكاين الناس واقفين بوليداتهم، وهذا انا ما قدرتش، ما يمكنليش. انا ولدي صغير بزاف على انه يبقى واقف هكاك، يبقى هكذاك واقف. هو عيب بنادم كبير وغير هذاك هكاك الوقيف، راه بارد عليه الحال، فما بالك بوليد صغير. وكاين الناس بوليداتهم تبارك الله تمايا واقفين. مهم لا حول ولا قوه الا بالله وصافي. مهم الناس اللي باغين يجيو هنايا عندهم القنصليه لسبب من الاسباب، حاولوا انكم تجيو هنا بكري. واغوزمون بتنا هنا صراحه، حيت الا كنا يلا شدينا الطريق وجينا راه كنا غنجيو علم الله امتى. المهم هادي ديروها ببالكم. والبنات اللي كانوا سولوني البارح في الانستغرام، حيت كنا كنحط ستوريات في الانستغرام، اللي مازال ما متبعنيش يمشي عندي الانستغرام، حيت كنقرحو لي ستوري، كنقرحو لي بون بلون اللي كاينين ايتو. البارح سولوني قالوا لي واش ما عندكم شي، واش ما حابسينش عليكم الطريق، واش الحاجه الصحي. شوف هو الحاجه الصحي راه عمرهم هما ما منعونا اننا نخرجوا، هو راه في عز الوباء ما كانوش مانعيننا اننا نخرجوا. ودابا حنا اصلا راه درومونديفيل تهيره كتعتبر زون روج، وموريا زون روج، يعني ما جيتنا من زون روج لزون روج، دونك ماشي شي حاجه اللي انتيردي هذه اولا. واصلا هما ما دارينش انتيردي انك ديبلاسا اونتر لي فيل، ولكن هما قال لك نو ريكوموندي. وحنايا ماشي جينا باش نتساراو قد ما حنا جينا باش نقضيو غراض. اصلا حنا كنا جايبين وريقاتنا، جايبين كلشي ديالنا، وما كاين لا براجات في الطريق، ما كاين حتى شي حاجه. وحتى الا كان سقصا او لا حتى الا كانت شي حاجه، عندنا وريقاتنا، عندنا كلشي جوستيفي زعما، حيت ما جايينش حنا باش نتساراو ولا شي حاجه. غير ملي جينا باش نقضيو غراض قلنا ما فيها باس نتساراو ونشوفوا الدنيا شي شويه. وهادشي اللي كاين. المهم هاد القضيه بغيت نوضحها وصافي، حيت بزاف البنات صراحه البارح سولوني في الانستغرام، قلت اون سي جامي حتى المتتبعين اليوتيوب الا تفرجوا في لا فيديو ديال البارح يطرحوا نفس السؤال. هنا راه ما كاينه لا بارير في الطريق لا حتى شي حاجه، وماشي ممنوع انك تحرك اونتر لي فيل. وحتى الا كانت شي حاجه حنا راه كنا ديجا مقادين وريقاتنا وجايبين كلشي معانا. واصلا حتى كو كانت شي حاجه كره حتى لوطيل كره كاع ما خلاونا الريزرفاسيون، اما حنا راه ريزرفينا في لوطيل وعادي وكلشي هو هذاك. وهنايا راه كاع حتى لي غيستو عندهم خدامين كيديروا لا ليفريزون، ولا كتجي تاخذ ماكلاتك وكتديها معاك. كيما شفتوا البارح راه حنا جابوا لنا الماكله حتى لوطيل، دونك المهم دايرين احتياطات ديال السلامه، والله يحد الباس وصافي.
بالنسبه للاوراق اللي طلبوا ولدي على التسجيل في القنصليه هنايا، انا غادي نديرهم لكم ديك الساعه بالتفصيل في الفيديو اللي غنهضر فيكم، ملي غنهضر لكم عليه على التجربه ديال الحمل والولاده ان شاء الله اللي دوزت هنا، وعلى الاجراءات اللي درت لولدي. غنقول لكم جميع التفاصيل بالاوراق بكل شيء، باش كل واحد يكون داير الاحتياطات ديالو من ناحيه ديال الوريقات، سورتو اللي خصكم تجيبوا معكم المغرب، خصكم تجيبوا عقد الزواج، خصكم تجيبوا شحال من حاجه. المهم هاد التفاصيل هادو كلهم غندير لهم ان شاء الله في فيديو واحد اخر، باش تكونوا عارفين الوريقات اللي غادي تحتاجوهم هنايا الا بغيتوا تسجلوا وليداتكم اللي عاد زادوا هنايا في كندا. اوت اللي جا كطيح، اتخيل وقف في الصف عزل البرد وتكمل عليك الثلج، يا سلام يا سلام يا سلام. المهم هانتوما معايا هاد النهار دوزو النهيوار. واخيرا دابا الوحده راجلي عاد خرج من القنصليه، يا سلام. تعطل بزاف تعطل بزاف، وصراحه المهم على ما عاود لي ليكسبيريونس اللي دوزها، قال لك زعما السيرفيس مزيان داخل، كاع الا نسيتي شي تصاور عندهم تما فين كتصور، الا نسيتي شي فورمولير كيعطيوها لك تما، الا مثلا نسيتي ما درتش فوتوكوبي شي ورقه كيديروها لك، يعني كتعامل كيتعاملوا مزيان وكل شيء. لانكونفينيون اللي كاينه هو هذاك الصف اللي كتبقى تسنى على برا، واللي الرونديفو اللي ما كايناش هذا الشيء اللي كاين. اما نورمالمون السيرفيس راه مسربين داخل، راه السيرفيس مسربي، كيقضيو لك غراض وكل شيء هو هذاك. الحمد لله حنايا قضينا غراض، سجلنا ولدي في الحالة المدنية وأخيرا اسمه مكتوب في الحالة المدنية، حتى كبر عاد سجل، وحنايا درنا تسجيل قنصلي، وأنا وياه أنا وولدي ما دخلناش، جايين فامي يقضيو غراض، يدخل غير شخص واحد يدير لهم كل شيء، لأنه بزاف عليهم باش يبقاو في الصف هكاك برا، والثلج كيطيح بزاف، الثلج كيطيح ما شاء الله وصافي. المهم دابا الوجهة المقبلة يلاه بينا. لقيتوني جيت دابا لمحل الاطلس باش نتسخر ونشوف داكشي ديال اللحام وداكشي اللي ما كنلقاش في عموم الفيل، لكن عرفتي المغاربه باغتو على العرب صراحه. توحشت بحال هكذا، توحشت نسمع العربيه وتوحشت نسمع العرب ديالنا. هيا بينا نضربكم دويره في اطلس تشوفوه وتاخذوا فكره، شوفوا الناس اللي عاد يجيو باش ياخذوا فكره حتى هما على الاثمنه وداكشي.
صراحة عندهم كل شيء، مع الأسف ما قدرتش نصور كل شيء لأن يعني الدنيا شي شوية عامرة، ما بغيتش نصور ونيس بغيت نشوف داك الشيء حتى أنا باش نتغدى، لكن عندهم كل شيء، عندهم أتاي العطرية داك الشيء كامل، داك الشيء كامل اللي ما عنديش أنا في درموندفيل عندهم هم هنايا. المهم تقدينا داك الشيء اللي حنايا غادي نحتاجه إن شاء الله. واخيرا وصلنا للدار الحمد لله على السلامه ديالنا وعلى سلامتكم نتوما ملي وصلتوا معايا سالمين وبخير وعلى خير على مدينه دغوموندفيل. دابا غادي ندوز نوريكم على السريع داكشي اللي خديت. المهم داكشي اللي كنت محتاجه هو اللي خديته، خديت الخميره ديال الحلوه، هذه النكهه ديال الزهر، هذا السكر، النكهه ديال الفاني، وخديت لي فلون ديال الشوكولا لان هنا ما كنلقاش، وخديت ديال فريز، خديت هذا بالنكهه ديال الشوكولا والبندق. طبعا ملي لقيت هذا الرايب هذا اكيد ما فلتوش لانه لذيذ جدا، كيفكرني في المغرب وكيفكرني سورتو في رمضان. وكذلك خديت هذا لاصوص الجيريان حتى هي ما كنلقاهاش هنايا، كتجي مزيونه مع تاكوس وداك الشيء. خديت الماء الزهر ديال البلاد، خديت الكاشير، المهم واخا ما كيخصنيش ناكلو بزاف وداك الشيء ولكن قلنا ضروري نديرو الفال. انا خديت هادي بالزيتون، خديت شويه ديال الزيتون مشرمل، ها هو، خديت شويه ديال الخضر مخلله، خديت نعام سيدي مسمن تبارك الله كبار يعني كيبانو غزالين، ها هما كتصايبو لك ديك الساعه سيغ بلاص كطيبها لك وكتتخرجها معاك. المهم خديت شي شويه ديال المسمن غير باش نذوقو شي شويه داك الشيء، وخديت ميلفي حتى هو. اخر جوج هما هادو اللي ديتهم كانوا باقي في ديك البلاطو. الحلوى عندهم غزاله وبنينه وطريه وعرفتي ومقومه على حقها وطريقه. شوفوا الكعاب، كعب عرفتي راه الكعاب ديال المغرب، ماشي زعما اللعب. الحليوات عندهم فنين ومقومين زعما داكشي لا يقاوم. وخديت شي شويه نذوق من هاد الحلوى ديال الجزائريين، قالت لي ديك البنت هذه الحلوى ديال الجزائر، قلت لها غادي نذوق شي شويه. بصراحه ما عرفاش الاسماء ديالهم، مهم ديك الساعه اللي متبعيني من الجزائر يقولوا لي الاسماء ديالهم. مهم هذه يمكن شي مقروط ولا شي حاجه قالت لي، وهذه يمكن شي حاجه فيها اللوز على ما اظن. مهم ديك الساعه خليوا لي الاسماء ديال هاد الحلوات هادو باش مره اخرى نزعموا ناخذ اشكال وحدين اخرين ديال الحلوى. وخديت هاد الخبز هادي ديال الشعير حتى هي كانوا يلاه حطوها بقى سخونه وانا نهز منها حتى هي. وخديت كذلك حتى لي كرواسون داكشي ولكن كليناهم في الطريق ما درتش نصورهم. وهنا داكشي ديال اللحم اللي خديت الكبده هي، المهم هادشي هذا راه كان باقي طري يلاه مخرجينه. الكبده دايرين ليها تقريبا 11 دولار الكيلو، المهم شي 80 درهم مغربيه بحال هكذا. هذا مرقاز، هادو الهراقم اولا الهرقمه، المهم هادو الهراقم. المهم دايرهم بحال هكا عندهم بويض، سولت قلت له واش هادو مسلوقين ولا، قال لي ما عارفش. المهم كنشوف كيفاش غادي ندير لهم هاد الهراقم هادو. حتى هما داير لهم 10 دولار الكيلو يعني تقريبا 70 درهم مغربيه. هذه الكفته حتى هي داير ليها 12 دولار الكيلو. وهذا اللحم ديال البقري الملج هذا ديري له 9.49 دولار يعني ما وصلش 70 درهم الكيلو. هذا الملج ديال البقري ها هو مقطع، وهادشي هذا كنقطعهم لينا حيت هذاك كان واحد الطرف وحنا اللي اختاريناه وقطعوا لينا. وهذا ثاني نفس الشيء بالنسبه لهاد الهراقم هادو، ها هما شوفوا كي دايرين بويض. المهم شوفوا. وخديت الورقه حتى
هي خديتها باش ان شاء الله ندير شي بسيطه لا ديال الحوت وشي بريوات ديال الدجاج، والناس اللي متبعين معايا الفيديوهات من الاول باش كون في رمضان درت رحله البحث هنايا على الورقه ما لقيتهاش مره هنا في مدينه رومونديفيل. دابا ملي لقيتها قلت ديال الفرصه باش انني ندير بها. مهم اصلا كانوا شكروا لي هذه، هي اللي قالوا مزيانه زعما هي اللي مزيانه وحسن. ايوا وانا ناخذ من هذه. المهم خليت جوج. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، الى عجبكم ما تنساوش تخليوا لي جيم، الا كاين شي سؤال خليوه لي في لي كومونتير كذلك. صلوا لي فراسكم بزاف بزاف، مع السلامه. Thank you.